السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، معكم لمين دونز نوفيل فيديو. في هذا الفيديو راح نحكي لكم على واحد زوج عفايس راهم دايرين حاله في لي ريزو سوسيو في فيسبوك، سيرتو في فيسبوك. زوج عفايس راهم دايرين بزاف حاله، زوج اخبار. دوك نبدا بالاولى من بعد نروح للدوزيام ونحكوا فيهم مليح ونشوفوا مليح هاد القضايا هذوما، وتقدروا تعرفوا الراي تاعي فيهم، وباش انا ثاني نعرف الراي تاعكم، وباش ثانيك ما نغلطكمش، واحد ما يغلطكم ثانيك. القضية الأولى هي قضية تاع فوزي شاوشي. فوزي شاوشي كيما عملكم قاع في دارني ماش تاع مولودية وجياسكا، فوزي شاوشي قام بعمل غير أخلاقي، وقام بعمل خطير جدا، عمل مسيء للكرة، عمل غير احترافي قاع. العمل اللي قام به فوزي شاوشي هو أنه بزق على واحد من عمال تاع الملعب وزاد ضربه تانيك. بصح هاد لا فيرسيون ديال تقدر تسمعها غير في الاخبار، باسكو في الاخبار رامي كاموفليو على كلش ويغطيو على كلش، باسكو باينه بلي فوزي شاوشي مسكين شراولو شريه. مانيش نقول بلي فوزي شاوشي الاخلاق عنده حبست والاخلاق اصبح لي فور بزاف، وهو ملائكه ما ياديش وما غلطش كاع ومسكين ما دار والو. نو مانيش نقول هكذاك، هو صح قام بيعمل غير احترافي، باسكو داك صح ماشي احترافي، ما قالك تقدر تقول بلي كان في حقه، على خاطر كان تعاود تشوف مليح لا فيرسيون كومبليت ولا فيديو كومبليت، ماشي اللي يدور في الاخبار اللي يدور في الفيسبوك، تعاود تشوفها مليح تشوف بلي هو راح يريكوبيري البالون، ما تعاود ولا استفزو مرارا وتكرارا، ما حبش يهضر معاه شاوشي، ما حتى خسر له كما قال فوزي شاوشي، وباينه تقدر تشوفها تما كيفاش كان يتالف فيه، ما حتى تخسر له. قال لك فوزي شاوشي بلي خسر له بما انا واحد مهما يكون يبلغ نيفو تاع الاحترافيه تاعك ما تقدرش تشد روحك. شوفوا اللقطه مليح وجيجوا بروحكم. يا فوزي حمريك اخر باكي بوق الفوزي شوشي دير روح اصل عاود يعني ويرا خلف ورا ماسور دو بالا داخل مايكي يغرغر غورس ولا يغرغر غورس اشتي ان كارد انترناسيونال دو قفطه ترفات ويرا قام يروح ادينا كل وقت باش يسينا باش يسينا الناس شوي دقر باكي لكن يغرغر غورس يرقمي نو 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 لا كارد كونت يمكن هذه ساعه اوه لا لا. فوزي شاوشي هنا ما قدرش يتمالك نفسه، كان لازم يعني الله غالب لقطه ماشي احترافيه يعني معاكم ما كاش مشكل، بصح علاش تهجم هذاك قاعد فوزي شاوشي؟ باين بلي بنادم هذاك كان محطوط لتماك ومبعوث لتماك ودارها لتماك باش تربح جياسكا وباش يخرج فوزي شاوشي بحمراء وباش طيح كريديبيليتي تاعو، باسكو ما حملوهاش كيعاود ولا رقم واحد في ليكيب ناسيونال وكارديان نيميرو 1 ويلعب لي ماتش وكلش. فوزي شاوشي سيت ان كرون كارديان، صح عنده مشكل تاع الاخلاق وماشي هذه المره الاولى اللي يدير فيها عمل غير اخلاقي فوزي شاوشي، بصح كومان يستاهل الاحترام، والام ديالو ما دارت والو للشعب باش الشعب يروح يخسر لها ويخسر له بما في كل داره في كل داره. هذا هو العمل اللي غير احترافي، هذا هو اللي يخليك تحس روحك بلي راك في تيار موند، بلي راك في بلد العالم الثالث. تيار موند تيار موند شريكي، باسكو تشوف دوكا انت جوار بروفيسيونال تدخل تلعب اكارديان واقف تلعب كذا، ما تسمع الشعب كاع تريبيون كاع يخسر لك بيماك، دوك تكره كاع البالون، سي نورمال، سي نورمال تولي دير اعمال غير اخلاقيه. واليوم يهضروا باللي كلكو سوا اكس ما كانش لازم يدير هكذاك، نفكركم في واحد اللقطه، لقطه تاريخيه نفكركم فيها مليح، شوفوها تفكروا شويه. الوغ فوالا ماتيرازي كي اكروش زيدان، زيدان لو في روماركي. زين دين زيدان وراهوك دوكا. وي لونترينور تاع ريال مدريد، لان دي بلو كرون كلوب في لو موند، وين دار هذيك اللقطه الغير اخلاقيه والغير محترفه وغير احترافيه كاع، هذيك اللقطه ديالو اللي دارها زيدان وين؟ لا فينال تاع كوب دي موند 2006 كونتر الطليان مع ماتيرازي. شت لا ديفيرونس؟ الاعلام صح اتاكا زيدان بزاف هذاك الوقت كدا من هيك شويه كدا، من بعد طفات الحكايه باسكو على بالهم واش كاين وباينه الحكايه، وما خلاتوش يولي للور زين دين زيدان. بصح شاوشي ما حبوش يتلقوه كاع بهاد العفايس، درك بنادم صح دار عمل غير اخلاقي وعمل غير احترافي، يبقى بينه وبين البنادم هذاك اللي خسر له، باسكو دوك تروح تشوف الاعلام خبا كلش،
فوزي الشوشي ليك ليك فوزي الشوشي ضربه بكف وبزق عليه ما وراوش كاع اللقطه كيما كان يستفز فيه وزاد بزق عليه من بعيد وزاد قاعد يهضر معاه ما وراوهاش هذيك كاع هذيك وراو غير فوزي الشوشي بزق وضربه بكف ولا بون هي ضربه بكف ولا بعده هكذا بصح ما قالوا ضربه بدبزه القضيه الثانيه هي قضيه خطيره لشعب ارتكبها في حق وليد بلادهم مسكين كاع راكو تعرفوا هاد التصويره وتكون جاست عليكم في فيسبوك سير سيرت انا تكون جاست عليكم هذا هو مغتصب الطفله ايناس في الوادي عمرها 11 سنه وهو الان في حاله فرار في حاله فرار ترك هاتفه فكشفه الله الرجاء كل من تعرف عليه اتصل بشرطه بارطاجوا لكم الاجر وحطوا تصاوروا الانسان هذا يوم بريء بريء ما نعرف شكون سرق له تليفون ولا لقى تليفون تاعو ولا بالك طاح له لقى تصاوروا لداخل جوجاه بلا بارونس ديالو شافوا زواني مسكين ماشي لابس مليح جوجاه وقال لك هذا بنادم تاع تحرش راح نحرش به راح تصاوروا في فيسبوك وراح تهموا بتهمه خطيره 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 بزاف تتهم بنادم تقول له انت اغتصبت هذه تهمه بزاف خطيره وسيجي بزاف دونجي كي جات هذه التصويره ديال لا بروميير فوا شفت التصويره انا تشوكي سيتو كي تقريت ستاتي ما تخممت شويه قلت دوكا بنادم هذا كيفاش يدير كريم كيما هذا ويخلي تليفونه في مكان الجريمه ويهرب سي با نورمال ولا لا مي بون على كل حال كيما كاع الناس كيما انا كيما كاع الناس قلت بالك الحكايه صح بالك الحكايه صح وقلت اذا هذا بنادم صح دار هذه العفسه اخويا وكيلو ربي صح الناس راحوا بها بعيد 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 بزاف لي كومونتير اعوذ بالله اقتلوه داير كي البالغين ويزيد يغتصب الصغار طف كيس ذيس كومنت يا ربي تنحكم شكون غادي تشوف فيه ما غير الاغتصاب هذاك هو واش ينجح او اللي رمتها القدره في الوادي غير تحرز روحها يا لطيف ان مونستر يستاهل يموت تفو زين قوري داير كي اللحم كي الهم داير كي الهم ويزيد يدير سيلفي هذا ما خصو يا اخي ما بايش وين ستمانس بف راه عاجبو عمرو تفو عليه الله ينالو واي تقول غول واحد يحرش علاش يا جماعه بوغوس واحد خسر له بيما والبنادم ظهر بارئ ظهر بارئ بنادم ما عنده حتى علاقه بالحكايه مسكين ما كانش عبالو كاع واش صالح تجازوا عليه تصوروا وقرا لي كومونتير وسببت له عقده نفسيه البنادم هاي لك لا فيديو اللي تقول بلي البنادم بارئ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم الاخ ابراهيم اتهم بتهمه لا اساس لها من الصحه وهي اغتصاب فتاه تدعى ايناس من ولايه واتسوف حيث قام عناصر فرقة الطرق الوطني بفتحية ولاية عين الدفلة باستدعاء معني وبعدها قاموا بالاتصال بمصالح الطرق الوطني والشرطة بولاية واتسوف قصد تأكيد وجود شكوى من عدمها المتعلقة بالفتاة المغتصبة المصالح المعنية أكدت عدم وجود أي شكوى من هذا النوع كما قام عناصر فرقة الطرق الوطني بفتحية وبتعليمات من وكيل الجمهورية بفتح تحقيق حول القضية بهذا فإن الأخ إبراهيم كان ضحية جريمة إلكترونية أثرت على نفسيته وكذا قيمته لدى المجتمع خونا إبراهيم في الأخير قلنا كلمة حسبي الله ونعم الوكيل قبل نشر الصور هذو وحسبي الله ونعم الوكيل اللي فيه وما نسمحلوش واللي علق عليها الله يسامحه وخلاص السلام عليكم ما كنت تشوفوا خوتي بنادم مسكين ما يتلفت له كاع وما عندوش حتى علاقة بالموضوع وشغل حققوا في الامر الشرطه حققوا في هذا الامر وصابوا باللي صح بنادم بريء تهموه بتهمه لا محل لها من الاعراب وتهمه خطيره بزاف وكما قال البنادم هو اون بيرسون قال لك مانيش راح نسامح انايا البنادم اللي داروا تصوروا وحطهم في فيسبوك ودار هذاك ستاتي باسكو عنده الحق هذا ما كان خاوتي حبيت نحكي على هاد زوج عفايس اللي جازوا عليا بزاف في الميديا باش الناس ما يغلطوش واللي ما على بالوش بالحكايه تاع البنادم هذاك باللي صح بارئ ماذا به يصفي نيتو منا وروح ولازم تتاكدوا يا عباد من الحكايه قبل ما تعاودوا تبارطاجوا باسكو اللي بارطاجاها من بعد بزاف 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 لي باج عاودوا بارطاجيو لا ميم شوز
يا عباد يا اللي حاكمين دي باش كبار والاخر تنفيونسيو العباد يرحم لكم في الشيخ يرحمكم باباكم فيريفيو لي زانفورماسيون تاعكم لا كريديبيليتي تاع لي زانفو تاعكم قبل ما تبيبليوهم سير فيسبوك سير بوبلي. هذا ما كان خاوتي حبيت برك نحكي على هاد زوج عفايس ونوضح شي امور واحد اخرين ونمد الراي تاعي الشخصي والبوان فيو ديالي في هاد الامر ومادا بيا نعرف الاراء تاعكم في لي كومونتير مادا بيا نقرا التخمام ديالكم ومادا بيا نعرف كيفاش راكو تشوفوا في هاد القضيتين ونعرف التخمام ديالكم شويه واللي عنده اي كومونتير يزيدو ولا كيما نقولوا اي ملاحظه يديرها لي مادا بيه يخليها لنا في كومونتير ويقول لنا واش رايو في هاد الامور هذه وان شاء الله نتلاقاو في لا بروشان فيديو وما نعرف واش راح تكون الصديق واش راح تكون خاوتي ما تنساوش تابونيو في لاشين ديالي باش يلحقكم كاع جديد تورن نوتيفيكيشنز كيفاش تورنيو اون ذا نوتيفيكيشنز هي سهله كي تعبز بوطون ابوني يخرج لك واحد الجرس الصغير هذا كلوش تكليكي عليها باش كي نحط فيديو جديد تخرج لك في لي نوتيفيكاسيون وما دابيكم تبارطاجيو هاد لا فيديو خاوتي باش الناس ما تزيدش تغلط ان شاء الله وباش نتوعاو شويه وباش الناس تعرف شويه امور وتعرف بلي هذاك البنادم اللي تهموه بالاغتصاب راهوك بريء الو غاوتي اللي حبي فيزيتي لي ريزو سوسيو تاعي من انستغرام لاباج فيسبوك سناب شات تويتر قدامنا لهيك راهم كاع في لا ديسكريبسيون تحت يدخل لا ديسكريبسيون فيزيتي لي ليان دوك تاع لي ريزو سوسيو تاعي وانا هنا نحبس ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير ليتس هاي فايف Hurry up now.